وبعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على ما يبدو أن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي تشتد وتشتعل أكثر مما كان يتوقعه المسؤولون عن هذا العدوان الغاشم. فقد تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين برحيله وعقد انتخابات جديدة، وهو ما نتج عنه اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية. وتداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع التي وثقت عمليات دهس المتظاهرين واشتباكات الشرطة مع المتظاهرين. لنتابع. I'm sorry.